أفأم هي لغة الأمن والأمان، مصدر الحقيقة والخبر الأكيد. هي إذاعة القوات المسلحة من بغداد. حافظ الدرس ما أخالف سلم جدي وساسي لتعزيز القيم الوطنية ودعم الأجهزة الأمنية، وتحت شعار العشائر العراقية هي الرافد الحقيقي للدولة نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، ونقول تحية حب ووفاء لمستمعي أثير إذاعة القوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة. برنامج المجتمعية والناس يأتيكم مساء كل سبت في تمام الساعة 5 عبر أثير إذاعة القوات المسلحة التابعة لقيادة العمليات المشتركة على التردد 98.0. إعداد وتقديم الرائد زين الطائي. القضايا المجتمعية اللي تتناولها الشرطة المجتمعية هي القضايا تتناولها مع شعبة تنسيق شؤون العشائر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع راح نتكلم وإياكم مع ضيفنا الكريم الشيخ وسام الساعدي، مسؤول شعبة تنسيق العشائر، عن ما تتناوله هذا الشعبة في قضايا المجتمعية. مساء الخير شيخ وسام. مساء النور. نورت قيادة العمليات المشتركة. الله يحفظكم ويسلمكم. شيخنا، أريد نعرف دور العشائر بالشرطة المجتمعية أو شعبة تنسيق شؤون العشائر بالشرطة المجتمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشكر والتقدير لجنابكم الكريم على الاستضافة الجميلة. اليوم تعتبر العشائر أحد مؤسسات الضبط الاجتماعي، ولها الدور الرئيس بالحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي. أما تعريب بسيط عن الاختصاص ضمن شعبة تنسيق العشائر في الشرطة المجتمعية إدارة العلاقات والإعلام، الشرطة المجتمعية لا يخفى على جنابكم الكريم هي جهاز وقائي عملها قبل حدوث الجريمة والمشكلة، فيكون دائما دورهم مع شيوخ العشائر للتوعية والتثقيف من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، وأيضا الدخيلة في المجتمع العشائر. فيكون تواصل مستمر مع شيوخ العشائر في كل عراقنا الحبيب من الشمال للجنوب، ودور العشائر يعني جدا مهم وضروري وداعم لسيادة القانون، وأيضا يكون دائما يعني عن طريق الاتصال مع الشرطة المجتمعية للتبليغ عن مثل الحالات المشبوهة أو الأسلحة الغير مرخصة، وأيضا يكون دائما دور للشرطة المجتمعية شعبة التنسيق العشائري بعقد الندوات والمنتديات والجلسات العشائرية والمؤتمرات بخصوص حصر السلاح بيد الدولة ودعم القوات الأمنية وعدم ظاهرة الرمي العشوائي، الحد من هذه الظاهرة لتسبب قتل الأبرياء. و يعني هذه شيخنا القضايا اللي تتناولوها عدة قضايا. نعم. عدة قضايا نتلاقى أهم هذه القضايا اللي تتناولوها تناولها على جدا على حصر السلاح بيد الدولة. نعم. وأيضا آفة ومخاطر المخدرات. نعم. وأيضا عدة أمور منها قضية المسعف كثير من الناس تعاني من عندها هذا الموضوع. أحسنت. وأيضا مغالاة الفصول وقضية النهوة والزواج القصة بقصة دقة عشائرية. أي لا هاي تصير بها الزواج وكثرة حالات الطلاق. نعم. أي بسبب أمور يعني بسيطة وغيرها، وقضية الابتزاز الإلكتروني وعدة مواضيع، وتكون يعني دائما الدور العشائر هو الساند والداعم. صمام الأمان. أحسنت. هو صمام الأمان موجود بالعراق، لأن طابع العشائري كونه مجتمع عشائري. أي مجتمع عشائري. نعم. فإحنا شيوخ العشائر التنبتية الأصلاء لهم صراحة الدور الرئيسي بمساندة
الشعب العراقي والمجتمع والدولة والقانون. أنا دائما شيخ أنا أشوف أنه شعبة تنسيق شؤون العشائر على طول نشاطاتها مستمرة. ما أشوف أنه في يوم موجودين بالدار، على طول مستمرين بالنشاطات الميدانية. صحيح. الحقيقة إحنا من ضمن الأمور اللي على عاتق شعبة التنسيق العشائري مثل ما ذكرت لحضرتك، يعني يكون دائما عقد الندوة والمؤتمر والجلسة، وأيضا حل الخصومات والنزاعات، وأيضا أكو أمور تتدخل شعبة التنسيق ودائما بها نتائج إيجابية شيخ. يعني أذكر بعض الأحاديث، يعني عندنا في منطقة الكاظمية مثلا أكو عندنا مثل رسائل نسميها رسائل مجتمعية. نعم. يعني مثلا نذكر مثل الشيخ محمد المرهون الأنباري أحد شخصيات الكاظمية، وكان أكو نزاع عشارة وفصل عشاري مع عشيرة تميم وأحد عشار في منطقة الرصاف، وكان الموضوع دهس. فلما كان يعني صراحة يعني حد تحدد المكان والزمان للفصل العشاري، فالمدعي بالحق الشخصي اللي والد المتوفي طلب بداية الدية الشرعية، فكل ما عندنا أي اختلاف على هذا الشيء. بعدين قال هذه الدية الشرعية، حتى الدية مثلا هاي يعني قولة اللغة الدار تطايحة، نريد احنا نحافظ على السلم المجتمعي، ما أخذ بس نكتفي بقراءة صورة الفاتحة للمتوفي. فمثل هيش رسائل ومثل مثل هيش مبادرات من قبل العشائر إيجابي عند هواي ناس، يعني ايه؟ راح يفكر ايه؟ هواي قبل لا يخطي خطوة سلبية مثلا مثل ما قلت الدية أو يتخذ غير إجراء مثلا دقة العشائرية وغيرها، يعني يفكر بطريقة إيجابية أفضل. إيه مو إحنا قل عندنا مثل عده إنه يقول يا معزب باشر تضيف، يعني اليوم أنت تجي باشر تجي الناس عندك، فشنو الأفعال وشنو ردود الأفعال؟ فإحنا هاي يصير رد صراحة ضد مغالات الفصول. أكو أرقام، فإحنا عندنا المرجعية الرشيدة يعني العرف محدد، يعني القتل العمد والغير عمد مثلا والسن والعين وغيرها، فهاي الأمور متعارف عليها مثلا بالفرات الأوسط أو بالجنوب أو بالغربية، يعني موجودة أكثرها. يقول مثلا على دية السيد سيستان مثل إيش قد كان موضوع الدية، وبسعر الفضة وبسعر اليوم ينقاس. نعم. فتكون الدية الشرعية مثلا، وإحنا دائما مواكبين هاي الأمور حل النزاعات، وأكو أمور يعني دائما ندخل بها بالصلح والتراضي وفق المعادلة التصالحية، فما نميل على طرف أو آخر. نعم. أي ندخل بالصلح والرضا، ويكون يعني بها مثل ما يقول بها رسالة مستقبلية بين إحنا وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإحنا القرآن هو دستور الحياة وموجود. أكيد. فمن مرات نذكر المقوال الرسول صلى الله عليه وآله أو الأمير المؤمنين عليه السلام، منطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا شيخ العشيرة أمام الله مسؤول، وأمام المجتمع بين لازم يبردمته ما يأخذ أمور بالخطأ ولا إجاز الأمور بالخطأ، فيكون هو يعني مع الشريعة مع القانون، يعني وراء عوائل تتبع. أحسنت. الأفضل أنه تتبع بالطريق الصح. مضبوط. فيكون اتصالنا بيهم ونوعي ونثقف وياهم أصدقاء تليفوناتنا متبادلة، ورقم الشرطة المجتمعية اللي هو 497 نبلغهم، حتى مرات تكون حالات إنسانية داخل. فصراحة كان دور مشرف. وأيضا عندنا مثلا الشيخ الشياع البهادلي وشيخ عمار بن فالح محمد المحمداوي، وايضا عندنا شيخ يحيى الدراجي، ايضا كانوا لهم دور. يعني قالوا احنا مو فقط من المضيف نحل الامور، لا اليوم نريد ننزل للشارع. فدخلوا ويانا حتى للمقاهي سولفوا، حتى قالوا انتم اولادنا، دير بالكم من صديق السوء، دير بالكم من هذا الشخص اللي يغرر بيكم على مود آفة المخدرات. هذا يعني صار اب ثاني. اي فنزل ويا الشرطه المجتمعيه يعني الحد للمقاهي. يعني شيخنا العشائر عندها تعاون للأخير ويا الشرطة المجتمعية؟ لا يعني تعاونهم قد منهم كل من خلال القناة، يعني كل الشكر والتقدير. كل الشكر والله يعني صمام الأمان. أي كل شيوخ العشائر من الشمال إلى الجنوب، ودائما يعني لهم فاتحين مضايفهم للكرم والجود وحل النزاعات. أكو قضايا تنحل عن طريق مثل ما يقول بالستر، يعني مخفية، بحيث نحلها بستر وسلام وتوصل بها على مود لا تصير مشاكل بالمجتمع تتطور. هاي قضايا الابتزاز الإلكتروني أو غيرها، تعرفين مرات تصادف
هاي من عشيرة وهي غيرها. صحيح. فسبب مشاكل صراحة. فدخل بيها. بالضبط عن الشيخ دارد أسألك إنه الابتزاز الإلكتروني يحتاج إنه نزاع عشائري، الجلب نزاع عشائري، الحل بنزاع عشائري. مرات صراحة إحنا دائما نحب يعني بأسرع وقت نحتوي المشكلة. نحتوي المشكلة. بالضبط. يعني منصير رأساً منكون في ابتزاز إلكتروني أو شخص مسيء. لحالة الجهات المختصة. بالضبط. نقول له أول شيء موجود عندك القانون. نعم. فيكون مرات الدور عن طريق مثلاً شيخ العشيرة يتصل بأكو فلان شيء. يعني يصير شلون تقول الموضوع مختصر. نعم. إذا كان بيصلح وتراضي بالمضيف أو بدائرة ينتهي. نعم. أما لا، هذا الشخص مثلا يحتاج كإجراء قانون فدائي. يحال. وإحنا يعني اللي عندنا أرقام ساخنة صراحة تابعة للشرطة المجتمعية من خلال يعني تجوان كل المضايف يعني نذكرها. يعني 497 هو هذه الأرقام الساخنة عمل المفارز الجوال الشيخنا أيضا، وعملكم وعمل المنتديات المناطقية. الأرقام الساخنة موضوع جدا مهم، ضروري أنه المواطنين يكونون على دراية أو بين بيها، لأنه كل جدا ضرورية بالنسبة للشرطة المجتمعية، الأمن الوطني، للإستخبارات، للإسعاف، للدفاع المدني، للنجدة. هذه الأرقام جدا ضرورية أنه تلجأ لها في حالة احتياج أي جهة من هذه الجهات. شيخنا رح ننطلق الباقي الفقرات بعد الفاصل. فقرة برنامجنا لهذا اليوم. شيخنا عندنا موضوع جدا مهم اليوم. المجتمع العراقي جدا يعاني من عنده، وحديث ساعة تقريبا زواج القاصرات. رأي العشائر بالنسبة لزواج القاصرات. حقيقة هذا الموضوع جدا يعني ضروري ومهم، وتم التطرق يعني عدة جلسات وندوات في مع الشرطة المجتمعية في مضايف ومنتديات المناطقية، وأيضا يعني تكون هذا بصدد هذا الموضوع، لأن هذا الزواج القاصرات تكون هاي يعني عمرها غير بالغ غير مؤهلة، فتكون مثلا إذا تحدث مشكلة بينها وبين زوجها فما يعرفون يتلاقونها بالصورة الصحيحة. إذا يكون صار عندها مثلا طفل ما تعرف تربيها بالصورة الصحيحة بعد ما دارك هي أساساً بعدها طفلة. هي أحسنتي. فهذا القاصر بعدين إذا تسبب مشكلة هي راح تعود وين
الأهل. الأهل بالضبط. والولد يعود لمن؟ الأهل. فبالنتيجة شرح يكون خلقوا مشكلة جديدة، خلقت مشكلة، كل من قام يدافع لابنه وتكون آخر نتائج هو الطلاق. فإحنا دائما نوعي ونثقف حول زواج القاصرات والزواج بالإكراه والزواج اللي القصة بقصة، مثل قولت اللغة الدارجة، يعني لازم أنا مبطيك لازم تأخذ مني، أو مثل ما أعطيتك لازم تمطيني. نعم. فهذه الزعلات لازم هاي هم تروح وياها بالضبط. اي فهاي على طول إيه؟ اي فهاي احنا هاي الامور صراحه يعني نوعي ونثقف، وتقريبا هي يعني 90% او 80% منتهيه هاي الامور الحمد لله. فقط باقي زواج القاصرات دائما نوعي نثقف، نقول لهم انتم يعني مثلا هو اولادكم اعزاء لكم، تحبون يكونون دائما يكونوا بخير. فانت مثل عمر القاصر على مود لي يسبب لك مثلا مشاكل، او يكون التوجيه والتعليم أفضل من ناحية الأم أو الأب، توجيههم للطريق الصحيح أو يتلافون المشكلة. لأن قلت لك أعمارهم صغيرة، ودائما ما يسبب المشاكل بين بالزواج القاصرات هو يعني ينتهي بمشاكل أو مثلا طلاق أو غيره. الشيخ هي تكون صغيرة أو غير مؤهلة، وأيضا الشاب يكون صغير وغير مؤهل، أعمارهم مو غير مؤهل للزواج، هذا بحد ذاته مشكلة. حتى ما دارك الحياة. طيب أنا أحمل المسؤولية وأدخله موضوع الزواج، هاي مشكلة ثانية خلقت. أحسنت. وبعدها الانفصال راح يصير، هاي مشكلة ثالثة. يعني أنت دخلت هل القاصرات هل صغار بالعمر دخلتهم مشاكل مو مشكلة، وخلقت للمجتمع فد مشاكل جديدة. طيب أنت أهل أولادك، خليهم يكملون دراسة، ربيهم تربية صحيحة، يلا تأهله. خلي يكون بالغ، يعني خلي يكون بالغ، يكون دارك بالغ الموضوع، دارك الحياة والمسؤولية، يعرف المسؤولية شلون راح تكون بعاتقه، يفكر يعني المستقبل. هو كان فرد من عائلة، اليوم أصبح عائلة هو، لأن يعني هو هذا الشخص الولد أو الابن كانوا فرد، كان فرد بالعائلة. ايه هو نفسه ما يسوي شيء، نفسه داخل العائلة. ايه انت تعطيه مسؤولية، يوم تكون عليه مسؤولية كبيرة راح ينصدم بالواقع الموجود هو بيه. احسنت شيخنا. راح ننتقل عندنا موضوع المنتديات المناطقية، ايضا مشابه تقريبا، اذا نتناول قضايا تتناولوها شعب التنسيق العشائر. ويانا اتصال مفوض محمد مازن. مساء الخير مفوض محمد. مساء الخير سيد عزيز، الله يحفظك. السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام بإذاعتكم. شاكرين تواصلك ويانا مفوض محمد. الله يحفظك ويخليك مفوض محمد. اليوم عندكم المنتديات المناطقية، أيضا تتناول قضايا مجتمعية، مشاكل، وتسعى لحل هذه المشاكل. ممكن تعطينا نبذة عن المنتديات المناطقية؟ نعم، أعطيكم نبذة عن عمل وزارة الداخلية على تطوير خدمات الشرطة المختلفة. نعم. وزيادة رضا المجتمع عنها، فضلا عن تفعيل الدور الاجتماعي. نعم. والإنساني والخدمي لوزارة الداخلية. ومن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي انطلقت منها وزارة الداخلية بتشكيل أهل الجهاز الشرطة المجتمعية في العراق، ومن أجل القيام بهذه الأهداف وتحقيقها بشكل المطلوب، تتجه الشرطة المجتمعية لتفعيل التواصل وبناء العلاقات الإيجابية. نعم. مع المجتمع ومشاركة المواطن العراقي لتحمل المسؤولية الأمنية. من هذه الأساليب تتحقق تلك الأهداف هي المنتديات الشرطة المجتمعية في عموم العراق. يعني هي تعمل تكون عاملة على ربط ما بين جهات إنفاذ القانون والمجتمع المحلي. نعم نعم، راح أعطي تعريف. نعم. عن المنتدى المناطقي نقول على أنه منصة مجتمعية تعاونية انشأت على أساس الاتفاق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المحلي. نعم. وهي تركز على تقييم التحديات وتحديد الحلول الممكنة للمساهمة في حل المشكلات الأمنية والخدمية والاجتماعية. نعم. هذا جزء بسيط عن المنتديات المناطقية، ونهاية التجربة الأولى على صعيد العراق، وهي نقلة نوعية بأسلوب العمل الشرطاوي. نعم. مفوض محمد، أبرز أهداف المنتديات المناطقية. أهداف المنتديات المناطقية هي التواصل الإيجابي. نعم. وتقوية العلاقة بين الشرطة والمجتمع. نعم. ودعم جهاز الشرطة للحد من الأعمال الإجرامية والحفاظ على النظام العام وبناء بيئة أكثر أمنا. نعم. دراسة المشكلة المناطقية وإيجاد الحلول المناسبة لها. نعم. ومناقشة المقترحات والأفكار الخاصة بذلك.
التعاون مع المؤسسات الأخرى داخل المجتمع لحالة طالبي الخدمات للجهات ذات العلاقة. فاضل محمد، هذه المنتديات المناطقية بالعراق كله؟ أي بالعراق، نعم. نعم. عموم العراق. نعم. مجموع المنتديات المناطقية بالعراق 172 نعم. منتدى عندنا، وبغداد 24 منتدى، وهي على اتساع إن شاء الله. نعم. ما تكون المنتديات المناطقية؟ المنتدى المناطقي يتكون من 15 عضو. نعم. ثلاثة اللي هم فريق العمل. الثلاثة اللي هم فريق العمل، رئيس المنتدى. نعم. ونائب الرئيس والسكرتير، وال 12 اللي هم الأعضاء. نعم. وكل واحد من عندهم واجباته ومهامه. آلية عمل المنتديات المناطقية. آلية عمل المنتديات المناطقية للشرطة المجتمعية التنسيق لإيجاد المكان المناسب ويراعي فيه الجانب الأمني وقربه من خطوط وسائل النقل والسعة المناسبة لضم مجموعة أعضاء المنتدى. نعم. دعوة الأعضاء الدائمين للمنتدى وكذلك الأعضاء المؤقتين وحسب الحاجة لوجودهم. نعم. تهيئة اللوازم اللوجستية والاستعانة بالمجالس المحلية والبلدية وغيرها. انتخاب رئيس الجلسة في أي طرف كان وكذلك مقرر للجلسة من الشرطة المجتمعية وتسميته والإبلاغ اسم الشرطة المجتمعية بذلك عن طريق تقارير مفصلة يكتب عن كل المنتدى. نعم. تطرح الموضوعات المهمة التي تهم المنطقة السكنية المحددة للمنتدى المناطقي. منتديات المناطقية تنالت كثير من القصص. نعم. وعالجت كثير نعم. من المشاكل. نعم نعم هواي عندنا قصص نجاح. نعم مثل أريد في قصة نجاح تناولتها المنتديات المناطقية وطلعت بنتائج إيجابية. نعم عندنا أحد القصص أطرح لكم إياها، قصة منتدى مناطقي. عقد جلسة منتدى مناطقي وأثناء انعقاد الجلسة تم طرح أحد الأعضاء مشكلة تخص مدرسة خاصة بالبنات وهو موضوع التحرش، ظاهرة التحرش. نعم. وهو أحد الأعضاء بالمنتدى كان بالكادر التدريسي من طرح المشكلة، فأحد الأعضاء لازم يكون من ضباط الشرطة المحلية وشرطة النجدة، فكانت الإجابة آنية وفورية لحل المشكلة. نعم. فبهذه الحالة خصصوا دورية نجدة عند دوام البنات صباحا وستلتحق الدورية عند انتهاء الدوام، فتم القضاء على هذه الحالة التحرش وبدعم من الشرطة المجتمعية ومشاركة الشرطة المجتمعية وتوعية الشباب ضد هذه الظاهرة التحرش وتم القضاء عليه. نفس الآلية راح يكون معمول بها لأن بعد أيام قليلة راح يبدي الدوام الرسمي. إن شاء الله إن شاء الله احنا نعمل على هذه وراح نسوي تعميم على المنتديات يعمل بهذا الموضوع. ربي يحفظهم شبابنا هم أصحاب غيرة، وأكيد هذه التصرفات ما تكون هي يعني ضمن تربيتهم وأخلاقهم، وأكيد هم يبتعدون عنها وبالذات بعد ما أنه يلقون النصح والتوجيه. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا المفوض محمد. شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم لتاحة الفرصة أن للتعريف بالمنتدى المناطقي واهتمامكم بعمل المنتديات ودور الشرطة المجتمعية ونشر الوعي الإعلامي والمجتمعي للجمهور. نشكركم مرة ثانية. شكرا 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 شكرا. شيخنا اتكلم أنا عندنا مفوض محمد اتكلم عن موضوع التحرش اللي يصير بالدوام دوام المدارس هسه جاي بعد أيام قليلة. أكيد شعب التنسيق العشائر عندها خطط لهذا موضوع الدوام الدراسي الجديد. الحقيقة احنا قبل لا يبدأ العام الدراسي الجديد نطرق عدة مواضيع من خلال عقد الندوك أو الجلسة في معظم المضايف العشائر العراقية الأصيلة، فيتم توجيه عدة نقاط وتوجيهات للتعاون مع شيوخ العشائر وتثقيف أبنائنا أو أبناء العشيرة. نعم. يعني إحنا مثلا مقبلين على عام دراسي جديد، فأول ما نبدي نقول أهم موضوع صراحة ما يعبر عنه بالقاتل الصامت إلا هي آفة ومخاطر المخدرات، فيكون يعني نبههم من صديق السوء، اهتمامهم بدراستهم، إذا يكون شخص يتصل بالأرقام الساخنة حتى الرقم اللي تابع عفواً
تجاره المخدرات 178، يكون الاتصال هم مؤمن، مجرد يتصل فننشر ثقافه بلغ من خلال يعني وظائف انت الشباب اللي يلتقي بيهم، ننشر ثقافه بلغ، مجرد تتصل بوزاره الداخليه بالارقام الساخنه راح تكون لك استجابه جيده واتصالك مؤمن. زين، فاول فقره قلت لك يعني مخاطر المخدرات، لان المخدرات يعني تعرفين تاثر على نفسيا وصحيا وسلوك للمجتمع، ويكون حتى عشاريا احنا اكثر العشار يعني ما يعبر باللغه يعني الصراحه الداب يجعلها من ضمن السنايه، يعني من ضمن السوداء، من العشير لا توقف لك ولا يعني تمشي لك مثل هيك قضايا، لا تريد القانون ياخذ مجراه. هذا واحد. اثنين، نوعي ونثقف يعني ابناء العشائر، ويكون توعيتهم خلال العام الدراسي الجديد موضوع الابتزاز الالكتروني مخاطره. هي. ايضا النقطه اللي بعدها موضوع اللي تفضلت به حضرتك على يعني موضوع التحرش دائما احنا نوصي ونوعي ونثقف بين هم الموجودين بالمنطقه، مثلنا يعني اخواتك وهن ذني يعني بالمنطقه، وانت مثل ابن من ومن ابوك ومن هي ومن ابوها، فتلقى همك وترابط وعلاقه وعشائر او بنت منطقتك، فهم يكون توعيه وتثقيف للشاب، ومثل ما يقول التقاليد والاعراف هم تسمح له في امور بين أكيد. يسبب مثل الكلام مو صحيح او غيرها او الملتقى او المكان او جمعتهم بهذا الباب او هذا الزقاق، فيسبب مثل قضايا التحرش. ايضا اكو تعاون من قبل جهاز رقم واحد الجهاز النجدي يعني مع الشرطه المجتمعيه بدوريات، زائد دوريات الراجل التابع للشرطه المجتمعيه يكون استعان ايضا دوريات النجده خلال اوقات شيخ معالي وزير الداخليه جل اهتمامه بهذا الموضوع، موضوع دوريات النجده وتوزيعها بشكل مكثف بالمناطق خاصة قرب المدارس، فانه المواطنين اي حاله سلبيه لا تتردد بالاتصال على رقم 104 وراح تلقى استجابه سريعه من دوريات النجده. مثل ما تفضل حضرتك يعني هو خاصة موضوع بداية الدوام ونهاية الدوام، يعني بداية الدوام تعرفين مثل يعني الطالبات باتجاه المدرسة أو رجوعا إلى المنزل، فيكون متواجدين دوريات النجدة، أيضا مع الشرطة المجتمعية يكون توعية تثقيف للشباب الدورية موجودة، بحيث إذا شخص خالف أو فيكون أيضا موجودة هي مادة قانونية على قضية التحرش. نعم. نهاية الدوام أيضا نفس الحالة، يكون هم متواجدين يعني بالقرب من الأزقة أو المدارس، الحفاظ على ما يقول بناتنا والعوائلنا من هذه الظاهرة، السلام لأولادنا شبابنا وبناتنا وعام دراسي جديد مكلل بالنجاح يا رب. شيخ، دوركم توعوي تثقيفي توجيهي وساعين لتطوير يعني تطوير شو نقول وعي الشباب بصورة إيجابية وللأحسن بشكل مستمر. أريد أسأل حصة الأيتام بدور العشائر. يعني إحنا دائما عندنا تنطلق مبادرات من أصدقاء الشرطة المجتمعية. نعم. أو الشرطة المجتمعية أو من شيوخ العشائر. نعم. يعني مثلا تكون تنطلق مبادرات، مثلا هذا يطلق مثل عنده مثلا خلينا نقول ذاك اليوم أحد أفراد الشرطة المجتمعية جزاه الله خير يعني تبرع ب 800 سلة غذائية توزعت على العوائل الأيتام والعوائل المتعففة والعشوائيات. أيضا تنطلق ما يعني مرات أخرى تصير عن طريق شيوخ العشائر من خلال فيكون يقول مثل عدة فد مبادرة اليوم، أو مثلا يكون مبادرات أخرى مثل اليوم شباب العشيرة كان اتصال من أحد العشائر جزاهم الله خير قالوا احنا تقريبا عددنا 30 شخص او 40، اليوم عندنا حملة تبرع بالدم نريد ننقذ حياة هاي الاشخاص، هذا لوجه الله تعالى. وبين تبين دور العشيرة مو فقط بين الخصومات والنزاعات، لا هذه رسائل مجتمعية بالضبط. اي احنا اليوم نطلق حملة تبرع بالدم، اليوم مثل عندنا اكو روابط جيدة حلوة مثل رابطة الشباب اهل الخير او غيرها، اليوم مثلا بناء منزل تكون على عاتقهم بيناتهم، هذا اللي يعمل كل من ضمن اختصاص هذا البناء، هذا الكهربائيات، هذا الهيج، فيعدونه يكون فخر لهم.
زين. شيخ المدارس، مدارس الأيتام، كثير من المدارس، أنا شفت كثير من المتبرعين وأصدقاء الشرطة المجتمعية. أحسن. جهزوهم لليوم يعني. بالقرطاسية والملابس. أكو مرات تنطلق مبادرات صراحة حتى منظمات المجتمع المدني. يعني إحنا هواي ما نريد نذكر يعني أسماء لهم، عادتهم ما شاء الله يعني كلش هواية، فهم يتبرعون مثلاً بكل بداية عام دراسي جديد. في تنطلق حملة مثل القرطاسية والجناط والملابس وغيرها. العراقي غيرة. أي والله. عبارة عن غيرة. أحسنتي. يعني هو ما إحنا عندنا هاي الغيرة اللي. أي. مسيطرة علينا. الحمد لله يعني إحنا اليوم نقول ما أعلمك وأقول لك والله تعال فلان أكو موجود. يديم تعال تبرع. هو يتصل. أنا بس دا أقول لك شوف هالناس هذه اللي قاعدة تتبرع، مو إنه شلون نقول تعال بس شوفني أنا داري أشوف العالم، لا لا، بس أنا حتى دا أقول لك لا تنسى أكو يتيم، لا تنسى، لا تنسى المحتاج، لا تنسى الأرامل. احنا العراقي عبارة عن غيرة، شعلة غيرة. بارك الله. احنا صراحة ما أريد أقاطعك بس على مود لا أنساها، احنا عندنا حتى الشرطة المجتمعية طلقت برنامج اسمه برنامج عودة. نعم. يعني هذول الأطفال المتسربين عن الدوام بسبب أو آخر ترك الدراسة، يعني كان إلى ترك الدراسة. نعم. فصراحة يعني عن طريق الشرطة المجتمعية يروحون حتى لبيوتهم طرقون الباب، تعال انت ليش عرفت الدراسة، تعال بالمقابل إلك، تعال هاي ملابس وقرطاسية وجنطة تشجع بالضبط. أها. وتكون رعاية لاحقة بعدين. نعم. زيارة إلي ونشوفك ونتابعك على المدرسة. المراجعة ترجع، لازم ترجع للمجتمع، لازم تتعلم زين، على مود لا تكون مثلا انت فد منطوي او منعزل عن المجتمع ولا تعرف القراءه ولا الكتابه، مو صحيح؟ نعم. اي فهذا البرنامج اللي طبقته صراحه الشرطه المجتمعيه في وزاره الداخليه هو برنامج عوده، وقاعد تعمل به حقيقه هسه الجانب الرصافه اللي يعني مدينه الصدر وغير اللي قاعد يشتغلون به هسه حاليا هي راد ابراهيم والاخوه البقيه، فجزاهم الله خير. يعني حتى كو مدرسه حياتنا لهم حي، اعتقد اسمها حي بالمنطقه بنهايه المدينه، اسمها مدرسه علي الوردي، حتى هسه مستمرين بالبناء. نعم. يعني ما انجزت بس مستمرين بالبناء، هم يعني كان اكثر التدخلات من متبرعين ومن قبل اصدقاء شرطه المجتمع وشيوخ العشار ان شاء الله، لان اهم شيء الدراسه والتعليم. أكيد نقدم مجتمع سوي، مجتمع ناجح من أجل العراق. أفضل العراق يستاهل أنه نرفده بمجتمع ناجح. أحسنت. شيخ، المحتوى الهابط، محاربة المحتوى الهابط قضايا أيضا جدا مهمة، جدا موضوع مهم صراحة. دور مشرف من قبل شيوخ العشار قدموا الكرخ ورصافة. بدايتها كان آية قرآنية وشكر معالي وزير الداخلية المحترم وسيادة اللواء لواء سعد مع المحترم وسيد العميد عميد غالب العطية، وقدموا كل الشكر الجزيل لهم. والكل يعني أبدأ بتوقيع وختم بين ضد هذا المحتوى الهابط، من حتى يكون توعية صار مثل كل شيء. زرنا مثلا المضيف مات جمع ابناهم وجمع العشار، قال احنا ضد موضوع المحتوى الهابط واحنا مع المحتوى الهادف اللي يفيد مجتمعنا، يفيد عوائلنا. انت اذكر لك اليوم قول الرسول الله، اذكر لك حديث بفائدة المجتمع، اما هاي الامور اللي صراحة يعني ما نحب نذكرها اللي انت مقدم محتوى، مقدم محتوى. أي. قدم محتوى يا اخي ايجابي. بالضبط، اريد الايجابي، اريد الهادف، حتى ايدونا على منصة البلاغ. ف قدموا يعني صراحة واقعية، ودزناها حتى للسيد اللواء لواء سعد والسيد العميد عميد غالب، بين هدية كانت من قبل شيوخ العشار، شيوخ العموم بالمناسبة، يعني الشيوخ العموم الموجودين بغداد هم كلهم اللي وقعوا وبصموا على هذا الشيء، كانت جزيل الشكر لهم حقيقة. يعني شيخنا، برنامجنا شارف على الانتهاء، والمواضيع اللي طرحتها جدا مفيدة وجدا ضرورية للمجتمع. أريد بد حكاية أخيرة من شيخنا لشبابنا والبناتنا والعام الدراسي اللي جاي الجديد. بارك الله بش. والله احنا صراحة يعني نتمنى كل التوفيق والخير لولدنا وبناتنا مقبلين على عام دراسي جديد، ويكون اهتمام ومتابعة
جدا ضرورية من قبل أهالي. بالضبط، لأن اليوم تبدي هي من النواة من البيت، إذا كانت أكيد. المتابعة ضرورية ومن البداية أعتقد راح يحافظون على أبنائهم ويطلعون بنتائج جيدة من خلال أكيد. الدراسة، لأن أهم قلتش أهم موضوع هو يكون المتابعة والحرص عليه. فنتمنى لهم الخير والتوفيق يا رب. آمين آمين إن شاء الله. من أجل عراق أفضل أتمنى، أو بالأحرى وإحنا كليتنا هذا واجبنا، تابع ابنك تابع بنتك، أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، تابعهم وتابع أصدقائهم. هذه من جانب، من جانب آخر المحتوى الهابط، عراق عمره أكثر من 7000 سنة، يا ريت نقدم الصورة الإيجابية والحلوة عنه لأن بلدنا يستاهل. لعنا معكم لقاء آخر في حلقة أخرى في حفظ أمان الله وحفظه. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. في حال حدوث طارئ نرجو الاتصال على الخطوط الساخنة للمؤسسات الأمنية التالية: الخط الساخن للدفاع المدني 115، الخط الساخن لسيارات الإسعاف 122، الخط الساخن لدوريات النجدة 104، الخط الساخن للشرطة المجتمعية 497، الخط الساخن لعمليات الداخلية 130، الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني 131، الخط الساخن لجهاز المخابرات العراقي 400، الخط الساخن لمديرية مكافحة الإجرام 533، الخط الساخن لمديرية مكافحة المتفجرات 404، الخط الساخن للاستخبارات العسكرية 153، الخط الساخن لحماية الأسرة والطفل 139، الخط الساخن لمديرية مكافحة المخدرات 178، الخط الساخن لجهاز مكافحة الإرهاب 454. بتعاوننا نحمي بلدنا وشعبنا.